شوف الكنائس من غير ما تطلب. عرفت ليه تغادرس؟ عرفت ليه تغادرس عمال يغازل وشغال لجنة للسيسي؟ إعفاء استثناء الكنائس من خطة تخفيف الكهرباء. وينبسط ويرزع واحدة تانية جامدة. لكن طول ما في مصر مطبلاتية رجال دين وإعلاميين ومنافقين فالسيسي هيفضل فرعون. وهيفضل كاتم على نفس الشعب. يفرق إيه تغادرس عن أحمد موسى؟ أحمد موسى طالع يقولك إن المساجين عايشين في السجن 5 نجوم وبياكلوا سمك وجمبري. اهو بقول له فانا هنا بقول له بتاكلوا سمك؟ قال لي والله العظيم بناكل سمك. قلت له بتاكلوا سمك؟ قال لي ايوه. قال لي يوميا الغدا يا مره فراخ يا انا بكلمكم عليه. هيقول لك شفت احمد موسى بيقول السجون؟ يا سيدي انا بقول لك على النزلاء. ما انا كنت قاعد معاهم. هياخد كل حاجه. اقول لك قال ايوه انا قلت نقلا عن هذا الشاب مراكز الاصلاح والتاهيل في مصر الاوضاع بقت النهارده مختلفه تماما. ويمكن انا واحد زي حالاتي لما رحت كتير جدا قبل كده قبل ما يتغير منظومه السجون دي بالكامل وتصبح مراكز اصلاح. لما كنت تروح سجون مثلا في طره ولا برج العرب ولا يعني كنا نزور زمان لنا صحفيين بيبقوا محبوسين او ناس تانية حتى زيارات ايضا بتعمل جولات هناك مع حقوق الانسان او تتابع. لا 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 ما فيش مقر ولا تقدر تتكلم على مقر. انت كنت بتزور السجون عشان الصحفيين؟ خسئت. انت ليك قرايب هناك اوكي يعني ما تقول لان انت الشكل يبدا كده. وبعدين انت مبسوط من السجن قوي؟ يا رب تبقى في وسطهم. يا رب بحق اليوم ده تبقى في وسطهم يا احمد بس اقامه دايمه. وتطلع لك اقامه دايمه. يا رب. نسال الله العظيم رب العرش العظيم انه يجعلك نصيب في اقامه دائمه في احد سجون مصر. في المنتجع بتاعك ده اللي بياكلوا فيه سمك وجمبري. انا مش انا اللي قلت، ده الناس بره قالت لك والله يخرب بيتك. هم الناس اللي قالت انا مالي الله يخرب بيتك. وانت معايش المساجين في 5 نجوم هتخلي الغلابه يرتكبوا جرائم عشان يعيشوا حياه كريمه؟ الله يخرب بيتك. اللي بعده اهو عقبالك لما تقعد في المكان الذي يليق بيك. بس قبل ما تروح هناك لازم تتربط في عمود زي الكلب الاجرب والكل يعني يدفل ويلطش فيك. يعني يبقى ندخل السجن كشعب؟ الدكتور عز الدين الكومي إلهي يرزقك تأبيدة في السجن 5 نجوم ما تطلع منها إلا على ظهرك. إن شاء الله يا أحمد يا موسى تفوت السجن عشان تاكل لحمة وفراخ وتستمتع بالأجواء. حسبي الله ونعم الوكيل بكل سجين سجن ظلما وعدوانا. خالد قال لك فعلا سجون مصر كلها خير وبركه ورفاهيه وتشجيع الشباب على القامه الدائمه بيها. لا خلي الشباب لوحدها يا استاذ، احنا هنجي لهم دلوقتي. شريف ابو نوح بيقول لك ربنا يكرمك وتعيش في السجن لانه مكان يليق بحياتك وتاكل من خير السجن. حلاوه سجننا وعنبر حبسنا، ده السجن عندنا ترفيه طول السنه. والله العظيم عامل على الكلام بتاع حلاوه شمسنا. الاكل كله فراخ وفطير، لا فيه لا فول ولا شوربه عدس، والميه ساقعه من الكولدير ونستحمى ببرفان اكس. طب انا ممكن نتجرب على اغنيه حلاوه سجننا والله تمشي. اذا ما دامت سجون صارت فنادق ب5 نجوم نرجو الله ان يرزقك بالمؤبد فيها. احمد موسى بيدعونا للتظاهر عشان نتسجن كلنا ونعيش عيشه ادميه في السجن احسن من اللي عايشينها دلوقتي. دعوه عامه لدخول السجن بس ترى محدد نوعيه السجون VIP او عادي. العتموني بيقول لك ربنا يوعدك او يوعدك انت واللي مشغلك وحبايبك بتأييده في مش عارف ايه ولا ترى ولا اللومان ولا ابو زعبل. احمد موسى في الوقت اللي بيكذب فيه على الناس. على فكره انا عايز اقول اللي مشغله احمد موسى هي دعوه غريبه جدا. طب يعني دلوقتي الناس بقى ترتكب جرائم فعلا وتروح السجن؟ اذا كان السجن احلى من بره. يعني انا نفسي اعرف اللي مشغلين احمد موسى بتوع المتحده دول او بتوع المخابرات او الداخليه. طب انتوا بتقولوا الناس ايه؟ ان السجون بره السجون احلى وروحوا السجن احسن؟ ايوه الرساله ايه بقى؟ يعني الرساله ايه بس عشان يا جماعه نقف شويه الله يخليكم. يعني رساله المسؤولين عن الاعلام في حلقه زي دي ايه؟ ما هو انت ليك رساله بتقولها. ايه رسالتكم بقى؟ إن السجون أحسن من الشوارع بره؟ فالناس ترتكب جرائم وتروح السجن؟
يعني انتوا بتشجعوا على الجرائم ولا بتشجعوا؟ ما هو مين اللي هيخش السجن غير لما يرتكب جريمه، اما تزوير او نصب او قتل او حادثه، جريمه يعني في القانون اسمها جريمه. فانتوا بتشجعوا الناس انها تتظاهر مثلا، مش معقول، او ترتكب جرائم وتخش السجن تعيش عيشه كويسه. ايه انتوا ايه في الاعلام؟ بقول لك بلد ما انا بقول لك انا من الاول البلد دي غريبه جدا، النظام ده عجيب، ما عندوش مخ. بيقطع الكهرباء عشان الدولار، يجيب دولار في نفس الوقت يغلي عليك الكهرباء عشان الدولار. النظام عجيب قوي، عليه 6 مليار يدفعها لصندوق النقد، بياخد من الصندوق دلوقتي 6 مليار. يطلع اعلامي مشهور عندهم يقول لك حلاوه السجن. طب ايه بقى الرساله يعني؟ يقول لك ويحلف بيكلمهم عن نعيم السجن. كان طب وانت بتتكلم كده كان في شاب اسمه سيد مشاغب رئيس رابطه مشجعي الزمالك، لا اخوان ولا معارض سياسي، واحد كان له في الكوره بس، دخل السجن بسبب انه شتم مرتضى منصور. ابوه مات وهو في السجن، خلص مده عقوبته 8 سنين، لغايه دلوقتي الامن مش عايز يفرج عن سيد مشاغب. تدوير رئيس رئيس رابطه مشجعي الزمالك على رغم استحقاقه الافراج، اهو 8 سنين وابوه مات في السجن وهو عايزينه بيدوروه في قضيه جديده. كل جريمته ما شتمش السيسي، ده شتم مرتضى. ده حتى اليوتيوبر اللي بيتكلموا على الاوضاع الاقتصاديه والاسعار بلد بقوا فريسه لانتهاكات الامن، مش عشان شيء بس عشان يدوقهم من السمك والجمبري. يبدو ان الخبر، هات الخبر، حريه الفكر والتعبير طالب الاجهزه بوقف استهداف صانعي المحتوى. هيموت السيسي مننا، هيموت من قنواتنا، هيبيض، هيبيض من القنوات دي، لانه هو يقدر يقبض على اي يوتيوبر، يقدر يوقف اي صحفي، ومش قادرين يتكلموا في مصر واحنا عاملين نفضح في لحمه هنا بالوثائق وبالحقائق، ما حدش بيدعي عليه حاجه يعني. هو عمال يقبض على الناس اهو. للاسف كان نفسي بصراحه يعني الصوره يعني تطلع حلوه، تكون احسن من كده، واحنا داخلين 24 داخلينها بفاتوره اقتصاديه تقيله جدا، داخلينها بفاتوره فظيعه مرعبه بظلم على الجميع، وبالتالي كل ما تسوء الاوضاع كل ما يتوتر، وكل ما يعمل قراراته عكسها. يعني طارق عامر يعمل قرار الاعتمادات والحاجات دي وبتاع ويوقف الدنيا، فييجوا يطيروا طارق عامر ويجيبوا لك قرار هات مليون دولار ما حدش يسالك، وهوب قبل ما تمشي السنه يقول لك وقف اي دولار هتتسال عنه. مش ماشيين براس، مفيش راس، انت ماشي كده كل ساعه في حته، الدوله بلا دماغ.